سبع أشياء تحدث للجسد عند عدم الاستحمام. من المؤكد أنه عند التوقف عن الاستحمام لفترة يبدأ الجسد في تكوين العديد من الجراثيم والميكروبات الضارة التي بدورها تؤدي إلى ظهور العديد من الأشياء على الجسد، ولهذا من الضروري الحرص دائما على الاستحمام بصورة منتظمة من أجل الحفاظ على الجسد دائما في حالة نظيفة. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم سبعا من هذه الأشياء التي من الممكن أن تحدث للإنسان لو توقف عن الاستحمام لفترة. لكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. أولاً، الجلد الميت. من أهم الأشياء التي يجب على أي إنسان الحرص على تنظيفها عند الاستحمام هو الرأس، وذلك من جراء أنه عند التوقف عن الاستحمام لفترة يبدأ الرأس في تجميع العديد من الجلد الميت الذي بدوره يؤدي إلى عمل رائحة كريهة للغاية، ولهذا يجب عليك دائما الحرص على تنظيف الرأس بطريقة جيدة حتى تتمكن من التخلص من هذا الجلد الميت والرائحة المزعجة. ثانيا، إسفنجة الاستحمام. يجب عليك بعد الانتهاء من الاستحمام الحرص على تنظيف الإسفنجة التي بها تقوم بتنظيف الجسد، وذلك بسبب أنها تحمل كمية كبيرة جدا من البكتيريا والجراثيم الضارة، ولهذا يجب عليك وضعها في الشمس أو في أحد الأماكن الجافة بعيدا عن المياه حتى تتمكن من قتل هذه الجراثيم. ثالثا، الرائحة الكريهة. من المؤكد أنه عند التوقف عن الاستحمام لفترة من الوقت يؤدي هذا إلى تراكم البكتيريا والجراثيم على الجلد، وهو ما يجعل الجسد قادرا على إطلاق العديد من الروائح الكريهة والصعبة جدا على أي إنسان، ولهذا يجب عليك دائما الحرص على الاستحمام باستمرار حتى تتمكن من التخلص من هذه الرائحة التي تسبب إزعاجا إليك وإلى الكثير من الناس. رابعا، صعوبة نمو الشعر. من المؤكد أنه عند تراكم البكتيريا والجراثيم على المسام في الجلد يؤدي هذا إلى صعوبة في نمو الشعر كما ترى في هذا المشهد، وهذا يعني أنك تحتاج دائما إلى الاستحمام بصورة منتظمة من أجل التخلص من هذه البكتيريا الضارة حتى لا تسبب لك هذه الآلام المزعجة التي تحدث من جراء التوقف عن الاستحمام لفترة من الوقت. خامسا، تلوث أسفل الأظافر. تتراكم هذه الأشياء الملوثة والبكتيريا الضارة من التعامل في العديد من الأشياء غير النظيفة وعند الدخول إلى الحمام، وهذا يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة عند التوقف عن غسل اليدين أو الاستحمام للتخلص من هذه البكتيريا الضارة. ولو كنت من الأشخاص المصابين بمرض قضم الأظافر فمن الأفضل أن تحرص دائما على الاستحمام حتى لا تصاب بأي من الأمراض الخطيرة. سادسا، حب الشباب. يجب دائما الحفاظ على نظافة الجسد حتى يتم التخلص من البكتيريا الضارة التي توجد على الجسد والتي بدورها تعمل على سد فتحات المسام، حيث إن هذا يمنع الطبقات الدهنية من الخروج من داخل الجسد، وهو ما يؤدي بدوره في النهاية إلى تكوين حب الشباب المزعج والمؤلم في جميع أنحاء الجسد، ولهذا فإن كثرة الاستحمام تجعل الإنسان قادرا على تجنب هذه الأشياء المزعجة. سابعا، كثرة الاستحمام. لو كنت تعتقد أن كثرة الاستحمام تعتبر واحدة من الأشياء الهامة والتي تحافظ على صحة الجسد فأنت على خطأ، حيث أكد الكثير من الخبراء والعلماء على أن الاستحمام بصورة متواصلة يؤدي إلى إلحاق العديد من الأضرار على الجلد، ولهذا يجب عليك الاستحمام مرتين كحد أقصى في الأسبوع. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.